عفوا. الله هذا مولانا غريب هذا الشيء. هادو الوثائق راه شتيهم؟ الوثائق راه خدنا صورنا. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، اليوم معنا ضيف من الناس ومن يعني من العائلات العريقه لمنطقه قصر السوق او بحر السوق، ياك الرئيس قصر السوق، قصر السوق، قصر السوق او الريصاني، الريصاني نعم بن بابا الفيلالي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، متقاعد تحرم بايادي خفيه من هكتارات من النخيل المجهول وكذلك اراضي داخل المجال الحضري في الدخله ديال مدينه الريصاني، كذلك كيقول لك تجزات ومشات وتباعات بطرق غير معروفه، وهذا السيد كيعيش العذاب. اكثر من هذا اليوم انه كيقول لك انه سرقوا ليه داره وكيهدو، كيقول لك سرقوا لي داري وكيهدوني، وهذا الشيء كحسب تصريحاته دائما، وراه رئيس جهه وبرلماني سابق وكيقول لك بغيت القضاء يوقف معايا. هذا هو الرساله ديال بن بابا الفيلالي مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، رغم معاناته مع المرض تلبيه لنداء تواصل مع قناه شوف تي في، واليوم احنا معاه باش نوصلوا رسالته ونوصلوا صوته، وطبعا حق الرد مكفول للطرف الثاني شاف راسو انه متضرر من اتهامات او من ادعاءات ديال هذا السيد اللي كيقول الان. بن بابا تحياتي ليك، مرحبا بك، تلبيه للنداء ديالك قناه الشعب معك ان شاء الله. نعم سيدي، شنو واقع لك وشنو وصلك لهذا الشيء هذا اللي كتقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويا مزرعها ومرساها ان شاء الله باسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاد الناس هادو عندنا شي اراضي ديال الوالد ديالي وديال جدودي، كاينه في الريصاني في القصر الفوقاني شي جلمات جماعات بني محمد. هاد الناس هادو استولوا لي على الارث ديالي اللي هو شرع وحقي من الشرع ومن الدستور المملكه المغربيه. هاد الناس داو لي الرزق ديالي واتجهت للقضاء، القضاء نصفني بالوثائق اللي لازمه اللي خصني نوجد، بالمستندات والمستندات والمسائل اللي غنوجد ونهدي. فعلا وجدت الوثائق ديالي، الداخليه وزاره العمل حتى هي طلبت الوثائق، خرجت سلمتي لهم هذه المسائل، طلعت درت عبرت الاراضي ديالي، عبرت الاراضي ديالي، درت لي كروكي، درت البلانات، درت الشواهد الاداريه موقعه مع الطرف السيد العامل، لا تكساسي تيبغى جماعيه وحبوسيه ومخزنيه هاد الارض هادي. هاد الناس هادو كنت نلتزئ باش ندير دعوه مدنيه، تيهزوا لي الاراثه، تيهزوا لي الاراثه من الملف ديالي وتيردوا لي الجواب، تيقول لك بان الملف تيدوزوه لي للتحفيظ، وتيقول لك بان هاد الملف انت ناقص الموضوع ليك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص، عدم الاختصاص. منين تنقلب على عدم الاختصاص، عدم الاختصاص، ما خلي الداخليه، ما خلي الديوان المظالم، هادي تيقول لك المشتكي غير دي صفه، انت ما عندكش الاراثه، وانا داير الاراثه ديال الوالدين ديالي وديال الوفاه ديالي كل شيء، وتنحطها لهم مع الوثائق اللازمه، تيهزوها لي ويقول لك المشتكي غير ذي صفه. منين جينا تنقلبوا هادي لقيت ناس اخرين اللي تابعين هاد الناس هادو الخماسه، اللي تيعاونوا هاد الخماسه وعاطينهم واحد اليد ديال العون في الحرام. شكون هاد الناس هادو خدامين عندكم؟ هاد الناس هادو خدامين عندنا، هما نهار الاول طلبوا مني ومشاو لعند القاضي ومشيت لعند القاضي. كانوا خدامين مع الوالد ديالك؟ كانوا خدامين مع الوالد ديالي، هما تيقول لك هما تيطلبوا مني باش ندير معاهم القرابه في الجد الثالث. انا ندير معاهم القرابه في الجد الثالث، هاد الناس انا هاد الخماسه وتما ولاد عمي يخرجوا يقول لك راك ولد عمنا وحقك، كانوا ورثه معايا مرحبا، اللي كانوا لا صله، لا صله، وتيطلبوا مني وتيطلب مني كالقاضي السابق، تيطلب مني باش ندير معاهم الورثه، وهاد الناس ما عنديش حق باش ندير معاهم الورثه، اللي درت معاهم الورثه غيولي ولاد العم ديالي وانا ولد عمهم، غيقسموا معايا الملك ديالي، ما بغيتش. اها. تلاقاو مع ناس برنامانيين تمايا وناس معروفين
هذوك الناس ولاو تيتعرضوا لي وتيجيو تيشوفوني طلعت الريساني ولا تيتعرضوا لي وتيطلبوا مني نجلس معاهم ونرضيوك ونمولوك. احنا هاد الارض هادي نهار تدخل لها ودير الوثائق ديالك ودير هادي مقابل لاش؟ احنا مقابل بس اما يدخلوا الشركه اما نبيع لهم. انا رافض عليهم، انا ما رافض بس نبيع الارض ديال جدودي وديال والديا. انت ما باغيش تبيع؟ انا ما باغيش نبيع، ما واقفش عليها. انا ما كيوقف كيما وقف ما نبيعش. الارث حلو الله الجدود هذه ديال الوالدين ديالي الحمد لله. انا ما بغيتش هاد الناس تابعيني تابعيني تابعيني. درت دعوه مشيت لديوان المظالم، كاين رئيس لديوان المظالم، الناس اللي راه لحد الان اللي هما تيتبعوا هاد اللايف هذا راه تيعرفوني انا اللي تنهضر. راه كاين تقريبا من المجلس الاعلى ومن من 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 وزاره العدل كانوا في ديوان المظالم تقريبا 32 خلق من القضاة، وطلبوا مني انا جالس معاهم، طلبوا مني وثيقه، قال لك امتحان وثيقه اللي تنطلبوا منك، بغينا الاراثه. جبت الاراثه وقلت لهم ها الاراثه. نادوا كلهم بقى قال لي كيفاش عندك الاراثه، يقول لك انت غير دي صفه. صيفطوني لعند الكاتب العام ديال وزاره العدل، قال لي هذاك الكاتب العام عاوتاني قال لي الاراثه. قلت له ها الاراثه، ضرب المقعد اللي تيجلس عليه، قال كيفاش انت عندك الاراثه وانت هادي. هضروا معاهم قال لك غدير دعوه مستعجله. نورمال، هو ان عندك الاراثه خصك دير الحيازه ديال الارض. واش دابا انت حايز الارض ولا لا؟ انا ما حايز لا ارض لا والو. انا شحال دابا ديال الارض تقريبا؟ انا تقريبا كاينه تقريبا هذه عين اللي هذه كاينه اثنين وكاينه 24 هكتار. 24 هكتار هذه عين هذه نخل، هذه نخل وارض فلاحيه، وكاينه ارض في الدخله ديال الريصاني ناشفة، راه معروفة عند العادي والبادي راه ناشفة مصدرة حضارية حضارية. نادو الناس هي؟ تقريبا فيها شي 7 كيلومتر، 7 كيلومتر كارية. نادو باعوها ولات ديور ولات كل شيء. كيفاش تباعت؟ تباعت هكاك ب ب ب ب ليهم؟ ما بعت لهم ما والو، داروا وثائق. انت عندك اوراقها؟ انا عندي اوراقها وعندي وعندي الشواهد الاداريه ديالي وعندي البلانات وعندي كل شيء. وهذيك الارض ديال سيد الهاشمي القاضي وديال محمد بن الحاج جدي، ديال جدي الثالث بن الحاج محمد، وديال جدي الثاني ديال بن با بن الحاج محمد، راه بالوثائق ديالهم وكل شيء كاين تما في المحكمه ومعروفين. دوك الاراضي بين دوك الاراضي هادو اللي تنهضر عليهم راه معروفين ديالنا حنايا. وهاد الناس ما بغيتش نبيع لهم هاد البرلمانيين كاملين، وتيديوني اليوم غدا نجلسوا معاك اليوم هادي. هادو برلمانيين قال لك هادو برلمانيين تيقول لك غتجلس معانا وتبيع لنا. وهاد الناس هاد البرلمانيين هما اللي تيشغلوا من عند هادوك من الطرف اللي جالس في الارض، تيشغلوا داك المنتوج ديال التمور. هذاك المنتوج ديال التمور الجوده ديال الكاليتي في المملكه المغربيه ديال المجهول والفقوس اللي كاين في المملكه المغربيه. كيتهز من بلادي، تيتهز من بلادي وتيتعطى الناس اخرين وتيتباع في جوايه اخرين. وانا جالس تنشوف بعينيا، انا حتى من الانتقام انتقموا مني ملي كنت مزاحمهم في الرصيفيه ودرت لاكارت ناسيونال ديالي البطاقه الوطنيه ودرت الوراق ديالي، خلوني هبط للطبيب اللي تندير الكونترول، وجاو حلوا لي الدار وجمعوا لي الفراس ديالي، جوج محلات والكوزينه وفراس الاولاد وفراس البنات وفراسي، وهزوا لي 17 مليون وهزوا لي الحاله المدنيه والوراق ديالي بزاف. 17 مليون؟ 17 مليون فلوس، لا من لا من ثلاجات ولا من مصبانات ولا من الفرارن ولا من، ما خلاو والو. صبابط وتقاشري هزوهم ليا وداوهم. إذا أنا وكل اللي دام هما ما كاينش شكون اللي غيدي لي، هما كانوا هما حاولوا يقتلوني وحاولوا يقتلوني وحاولوا يقتلوني، ولكن اللي تيقتلوا حيه هو الله. كيفاش حاولوا يقتلوك الشريف؟ على بابا اش كتقول؟ على أرضي أنا تنقولها وتنعاود نقولها وتنقولها. كلام خطير هذا. لا تنقولها، أنا مهدد بالقتل، أنا مهدد بالقتل، أنا بالقتل لحد الآن. أنا مريض، أنا بالقوت الفقصان. شكون اللي كيهدك؟ هادوك الناس اللي في الارض واللي تيعاونوهم هما اللي تيهدوني بالقتل. شكون كيعاونهم؟
تعاودهم اللي تعاونهم اللي وقف معاهم في المحكمه ووقف معاهم على برا، واللي تيطلب مني تجلس معنا اليوم اللي بايع الارض ديالي وماشي ارضو وماشي ارض جدودو ما عنده فيها لا وثيقه لا باش شاري باش وارت بلا والو، هذاك هو اللي تيهددني. انا اللي عندي الوثائق سوقفني باش انا اللي يفضيني. هي وصلت الامور شنو هاد الدرجه؟ هادشي كاين، انا تنقول الحقيقه، انا راه عندي ذبحه صدريه ديال القلب وعندي جوج جلطات وانا قدامك تشوف الحاله ديالي و 18 لاطاسيو وباراليزي مشلل. الله يشافيك الله يشافيك. في حقيت هذه اتهامات خطيره. انا هاد الناس هادو ظالميني ومتعدين عليا، الله يخلط فيهم الحق، وهما راه تيسمعوني وعارفيني. وعلاش ما ها هما دابا كتقول انا مشيت للبرناماني الاول اللي هو كان الناطق الرسمي ديال 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 حزب العداله والتنميه، وكان تيجي من الرباط وجابني من الرباط انا وياه، وجلسنا انا وياه وجلس في الدار ديالو مع امه ومع مرته الاولى ومع كل مع خوه. اها. وفي الاخر منين هادي تنخرجوا انا وياه تيقول لي هاد الارض شحال تتساوي ديال المال. انا واش باغي ارضي حقي يعاونني فيه يرجعوا لي او تيطلب شحال تجيب ديال المال؟ في الاخر هاد السيد هذا ولا ضدي. كان موعدك بانه كان موعدي، كان موعدني ولا ضدي. انا حتى المخزن في الحزب ديالهم تما في المركز الحزب اللي كاين في الراسي ديا المخزن اللي باقي وباقي الناس رجعت الصفيق وهزات المسؤوله اللي كاينه تما في الحزب وهزات واحد تيتسمى قالك الدكتور كان رئيس المجلس تما البلدي هزاتو الصفيق وداوه وطلبوا مني انا تجمعوا مني رجال الامن في الكوميساريه ديال القدس طلبوا مني باش نتابعهم، ولكن انا تنهز اموري والله هو اللي تابعهم وسمحت لهم. وبقى هذاك السيد هاز معايا الضد ولاو الاخرين عاوتاني هازين معايا الضد. انا حتى طلبني عاوتاني وعيط لي كوميسير اللي كان كوميسير تمايا بلا ما نسميه، لا داعي لذكر الاسم، ما غنسميهش، وكان هو رئيس الكوميساريه سنترال ديال الرصيديه، وعيط لي نهار الجمعه وجلست معاه من العشره ودار الاذان ديال الظهر وقال لي ما غنتغداو ما والو نصلي ونجيو، وجلسنا وقال لي شوف غتهبط عند دوك الناس المكناس وغترضي عليه هذا وبيع لهم ولا ضيعوك هنا في الدنيا عند الله ما تضيعش. يعني دابا انت وليتي مضغوط انا وليت ضغط لكل شيء ضغط عليا وهبطت من ديت بالاوامر ديال ذاك الكوميسير وهبطت لعند هاد الناس هادو ودخلت للمكتب ديالهم ديال فين دايرين المكتب ديالهم في مكناس وتلاقاني المسؤول ديال هذا برناماني حتى هو وناقب كان اسبق ناقب وكان هذا وبقى غايت هذه قلت له انا راه انتم اللي طلبتوا مني باش غنجلس معاكم ونبيع لكم ولكن باش غنوصلوا تقول لي سويت بكم لا في البرنامج ولا في الرباط ولا هذه حنا ما جايش انا للحمام عن الطيابه ديال الحمام وخرجت بحالتي اجي خرجت بحالتي دابا تكون عاوتاني جا خوه هذا البرناماني هو تيخدم تاسرون اللي استعمر ديك الارض ديالي وبنى فيها الديور وبايعين وكل شيء قال لي انا غنشوف لك اللي غيشري ولا ما كاينش اللي غيشري حنا غنشريو منك وحنا هادي وتديني اليوم غدا تديني اليوم الغدا. اذا دابا انت كتجي تجلس باش تبيع كاع وانا باغي تبيع. انا هاد الناس تيفرضوا عليا باش نبيع ولكن منين راضي تحت الضغط ديالهم وتحت القتل وتحت الارهاب النفسي والذاتي انا راضي باش نبيع لهم ولكن هما عاد تيساوموني وتيضحكوا عليا تيلعبوا عليا ومستولين لي على ارضي وانا الارض ما كايناش وانا الارض دابا هما اللي تيستغلوها وهما اللي تيستغلوها داك المحصور اللي كيجبدوه داك المحصور تيقبطوه الخماسه وتيفرقوه معاهم صافي انا هادو اللي كيباغيين يجبدوني غريبة راه معاوني انا درت دعوة مدنية ديوان المظالم والكاتب العام ديال 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 وزارة العدل وديوان المظالم الرؤساء اللي كاينين تما والقضاة اللي كاينين في ديوان المظالم وعيطوا الكار انترناسيونال ديال الصحافة دولية مخلطة فيها نقالزة فيها عرب فيها مسلمين فيها كل شيء
تقريبا 70 ديال الخلق باللي زاباري ديالهم بالكاميرات وكل شيء. انا استحييت، انا مغربي وخادم الاعتام الشريفه الملكيه، وجدودي كذلك ووالدي كذلك، ما قديش انا بس نصرح قدام دوك الصحافه الدوليه شنو واقع لي، ورفضت قدام المدير ديال الديوان المدني العراقي. لا بدون ذكر الاسماء. الله يجازيك بخير باش ما نقدر احداث احداث قديمه احداث فايته، هذا الشيء قديم، هذا الشيء ماشي جديد. انا هذا الشيء دابا راه عنده سنوات. انا طلبوا لي باش ندير شهاده اداريه موقعه من سيد طرف سيد العامل، وسبقت وشهاده اداريه راه المستحيل، ماشي ديال القايد ولا ديال ودرت ديال القايد، درت ديال الشيخ، ديال المشيخه، ديال اراضي الجموع، ديال الحبوس، ديال الحبوس، ديال كل شيء، وجدت الشهاده اداريه وخرجت عبرت الارض ديالي ودرت الجوار ديالي ودرت لي كروكي ودرت كل شيء. يعني الارض دابا جاهزه، دابا عندي الارض، الوثائق ديالي عندي، الوثائق ديالي شهاده اداريه باش ندير الملكيات ولا نبيع ولا نشري ولا هادي. انا ما عنديش دابا حق وما عنديش القدره وما عنديش القوه باش نتحرك حتى من الموضع فين انا مخبع. كيفاش مخبع؟ مخبع، انا مهدد بالقتل منين جاو المحالي. وحنا دابا لايف على المباشر. انا منين جاو ممكن يجيو لينا نعم اسيدي، انا داك الشيء اللي باغي انا تطلبوا بي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالدموع مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، في هذا السن هذا وفي هذا العمر، هكا عمي هكا باك كلينيكس، هكا الله يكون معك، الله يكون معك، الله يكون معك. ف صعيب 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 في هذا العمر هذا كامل، وغتبقى بحال هكا كما كنقولوا مرت وكتجري وكتقلب. والاكثر من هذا السيد كيقول لك انا مخبي. هذا الكلام الا كان صحيح فهذا الشيء خطير وخطير. كنتمنوا تدخل الجهات المعنيه والمختصه باش تعرف يعني والتاكد لصحه هذه الاقوال هذه، انه هذا الشيء كنسمعوه ماشي سهل. اليوم كاين الصحه والسلامه الجسديه، كنسمعوا انه هذا السيد يعني كيوجه اتهامات اللي هي خطيره وخطيره، استيلاء على اراضي بطرق يعني بطريقه يعني كما قال هو يعني بطرق خفيه ان صح التعبير او غامضه. فشنو رسالتك اليوم سي بن بابا؟ الله يكون معك، ما تبكيش، الله يحفظك. انا مريض، دموعك غاليه. انا مريض، الله يشافيك. انا وصلوني الحالات ديال الياس من الحياه، ولكن انا ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كاين الله وكاين الناس مكتبها لك، الله تصرف عليها غتصرف عليها. انا مريض لحد الان، انا مريض. انا حتى المحل ديالي كنت نخلص الواجبات ديالي، لا من الضو لا من الماء لا من الكرا لا من كل شيء، بالسعود وبالناس وبكل شيء. انا حتى من الحاله المدنيه ديالي مشات لي ورق ديالي وفلوسي وفراسي وكسوتي وصبابطي كل شيء وحوايج ولادي مشاو لي من تمهجوم، وباقي عندي السوار ديال ذاك المحل ديال الدار ديالي وما اللي عندي. لا سدا حوايجي من غنشكي، وهذوك الناس هادو كاملين، هاد الناس كاملين تنشكي بهم الله وتنوكل عليهم الله يقبل حقي بهم في الدنيا وفي الاخره. وراقبته في الدنيا الحمد لله، وحتى في الاخره ان شاء الله غنكونوا امام مجلس الاعلى الالهي. شنو رسالتك اليوم وشنو طلبك؟ انا تنطلب من الرساله ديالي، تنطلب من الله من صاحب الجلاله، وتنطلب من الامن، لا العسكري ولا المدني ولا السيد الحموسي الله يجازيه بخير، يدير بحث في هذه المسائل اللي تنقول انايا. وعندك ما يفيد، عندك اثباتات؟ عندي عندي انا هذا السيد اللي عنده هذه الاراضي 24% 24 هكتار، راه ما غيمكنش باش غيجلس قدام هذا المنبر ديال هذا ديال 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 هذه القناه الشريفه ديال ديال الحره ديال المغاربه، هذه ديال المظلومين بحالي، هذه ما غيجلس. انا كون 24 قطار بلاد عنده غير 5 متر راه عايش مرتاح. انا 24 هكتار وملاوح ومريض، وخصني الدواء ديال 41000 ريال في الشهر، ما بين القلب وما بين جوج جلطات وما بين النقرس ومسلل. الله يحسن وجوع العطسان وملاوح مخبع. الناس تيخرجوا، انا ما تنخرج، انا كما جلست بالقناه عندي واستقبلتني وهذه
وعرفتني مطلوب طبعا سلبيه النداء ديالك هذا واش انا تنطلب من صاحب الجلاله ومن الناس المرضيين والناس ديال النيابه العامه وتنطلب من جميع الناس اللي القلوب ديالهم الرحيمه اللي تغيروا المنكر ويغيروا المنكر في هاد الناس هاد البرنامجيين ديال التفيلات كاملين وهاد الناس كلهم جلست معاهم وكليت معاهم وشربت معاهم هاد البرنامجيين وعرفوا فيا الشحمه ولعبوا بيا دابا وهما مسرديني هما انا متشرد لمن غادا تيتسناوني نموت انا في العمر ديالي 71 سنه الله 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 يطول عمرك عمي الله يطول عمرك فمشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كما كنسمعوا الان كنتمناو التفاعل الايجابي مع النداء ديال هذا السيد اللي كيقول لك عندي ما يفيد عندي الادله عندي ورقيه عندي مستندات ووثائق ديال هذه البلاد فقط بغيت غير حقي وما بغيتش نبيع تحت الضغط هذا السيد كيقول لك كتمارس عليا ممارسات اللي باش انني نبيع اليوم قضيه فيها تهديدات والسيد كيقول لك انا مخبي كما سمعنا الان عنده ما يفيد وكيطالب انه يجيو عنده اللجان ويجيو عنده الناس المسؤولين وغيعطي ما يفيد الحمد لله القضاء اعطى الكلمه ديالو وزارة الداخليه كذلك اعطات نصفاته وعطاته الحق ديالو الله يجازيك بخير واحد النقطه نقولها لك الا كنتي باقي اللايف انا راه طلب ديوان المظالم والمحكمه ديال وزاره العدل الكاتب العام راه طلبوا مني باش ندير دعوه مستعجله انجاز ديال دعوه مستعجله مدنيه راه طلبوا لي هما في الرباط باش 24 ساعه يخووا لي الاراضي ديالي ويعطوني حقي انا درت دعوه جلست فيها عامين دعوه مدنيه عامين وانا ملوح ما بين الرشيديه العماله ديال الرشيديه وما بين المحكمه بيناتهم 50 ديال المتر هذيك مقابلين المحكمة الابتدائية والعمل عامين وانا ملوح تما الشتاء والصيف والبرد وكل حاجة غادي يكون غير الخير ابا اسمع نقول لك وراه فراس المخزن فراس الجدرمية فراس العادي والبادي عارفين شكون هذاك على من جالس ذاك السيد هاد الناس كو كانوا فيهم الدين ديال الاسلام والدين ديال الايمان ديال المسلمين وما تياكلوش ديال اليتيم وديال الهزاله وديال ابن السبيل كونوا هما غايجيو هما الاعيان قال لك ديال البرلمانيين ديال الرشيديه هما غايجيو يهزوا عليا الظلم والحقره انا مني هادي يلاه طلبات لي المحكمه تما حاجه وحده اللي طلبات لي المحكمه طلبات لي وكاله مفوضه جبت له فوتوكوبي ديال الوكاله المفوضه قال لي لا بغيت لوريجين وعطيته لوريجين قبطوه محكمو ضدي ما قالوا لي عندك راه ما عندك ارض ما قالوا لي راه بارضك خلوني واقف قدام قفاه الاتهام ورفعت الجلسه منين مشيت لعند القاضي وقلت له سعاده القاضي ما حكمتي عليا قال لي اش غنقول لك ارضك وديالك وتشير اخويا تسبك على حقك الرسالة واضحة مشاهدينا متابعي قناة رئيس دخلت نعم. عند رئيس عفاك دخلت نعم. عند رئيس المحكمة الابتدائية قلت له استاذ انا الامور ديال المحكمة ديال هادي قال لي دير القسمة قلت له مع من غندير القسمة تيقول لي دير القسمة مع من غنقسم هاد الارض قلت له وريني شكون شي واحد وارث معايا مرحبا شي واحد شاري شي حاجة تما مرحبا لمن مع من غنقسم وخلوني معلق نعم لحد الان انا في الشارع ثقتنا في القضاء ان شاء الله وثقتنا في مؤسساتنا ان شاء الله باش انه ان شاء الله يتخاذ هذا الملف وهذا النداء مشاهدينا وهذه الدموع الغاليين اللي في سن 70 سنه الله يحسن العوان ما تعرف يعني كما كنقولوا ملي كتشوف الرجال كتبكي عرف راه الهموم فقط 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 الجبال ياك سيدي فالله يدير الخير والله يكون معاك وراه كما كنقولوا بالمغربيه وبالدارجه قضيه وصلات للعظم كنتمناو انه الله يدير الخير ويكون تفاعل ايجابي مع النداء ديال هذا السيد كذلك حق الرد مكفول لكل طرف شاف راسه انه متضرر من هذا الكلام ولا من الادعاءات والاتهامات ديال هذا السيد اللي توجهت لهم عبر هذا البث المباشر نحن راه الاشاره كما استمعنا ليه ولبينا النداء ديالو طبعا غنلبيو النداء ديال الطرف الثاني اشكركم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كان معكم مبعوث قناه شوف تي في الى اللقاء